الدنيا ما تستاهلش زعلك وانت عديت بضغط نفسي محدش يتحمله، وبقولك قدام الناس كلها سلامتك وراحتك بالدنيا وما فيها. رسالة مؤثرة من زوجة محمود علاء بعد رحيل أحمد رفعت، كانت خايفة عليه يحصل له حاجة بعد اللي مر بيه. يا ترى ايه الحكاية؟ محمود علاء نجم الزمالك الصادق واللي أعلم من أيام رحيله عن القلعة البيضاء، حكايته كانت من أغرب حكايات لعيبي كرة القدم. من فترة توهج كبيرة مع الزمالك ولقب المدافع الهداف ونجم منتخب مصر، للتحول المفاجئ والانتقادات بعد مباراة نهائي القرن الشهيرة بين الأهلي والزمالك، واللي كان علاء سبب في هدف القاضية اللي ضيع البطولة على الزمالك. من الوقت ده وبدأ علاء مستواه ينخفض، وحس بهزة نفسية أثرت عليه على مدار الفترة اللي فاتت، خليته يخرج من الزمالك وبعدها يرجع من تاني. لكن مش هو محمود علاء اللي عرفته الجماهير، ده غير كمان ابتعاده عن منتخب مصر. رحيل رفعت خلى زوجة علاء تخاف عليه لأنه تعرض لضغط نفسي كبير الفترة اللي فاتت، وكلنا شفنا الضغط النفسي ده ممكن يوصل لإيه ويسبب إيه للاعبي كرة القدم. عشان كده زوجة علاء قررت إنها توجه له رسالة مؤثرة الساعات اللي فاتت وتتكلم عن الأزمات اللي دخل فيها، وقالت في منشور على حسابها على موقع فيسبوك: حبيت أقولك قدام الناس كلها إن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل زعلك، سلامك النفسي وراحتك النفسية وصحتك بالدنيا كلها. أنا عديت بضغط نفسي مش ممكن مخلوق يتخيله، قاومت كل الضغوط دي وتحملت ما لا يتحمله بشر. مش بس كده، ده كمان زوجة علاء قالت في رسالتها: أقسم بالله لوحدك وبمساعدة ربنا وحده عديت شوية من الأزمة النفسية اللي مريت بيها طول الثلاث سنين اللي فاتوا. ربنا يحميك ويحفظك ويعوضك خير يا حبيبي، ويخليك ليا ولأولادنا وتفضل سند لينا طول العمر، ويا رب ما أشوف فيك شر أبدا وأشوفك دايما أحسن واحد في الدنيا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. محمود علاء ودع جماهير الزمالك الأيام اللي فاتت برسالة برضو مؤثرة، وأعلن فيها رحيله عن ميت عقبة، وقال في منشور: الزمالك أولا وأخيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا جمهور نادي الزمالك على الدعم والمساندة طول فترة 7 سنين داخل جدران النادي، عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات ولحظات انكسار، وكان الثابت دايما في مختلف المواقف الجماهير الوفية. عمري ما قصرت أبدا بمجهودي لفرحة جمهور الزمالك، آسف لو كنت في يوم قصرت، عمري ما هنساكم، أنتم في القلب وأكيد لنا لقاء. مش بس كده، ده كمان وجه علاء رسالة لمجلس الزمالك وقال: أخيرا شكرا كابتن حسين لبيب ومجلس الإدارة، شكرا كابتن عبد الواحد السيد، شكرا جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وغرف الملابس ولجميع أصدقاء اللاعبين، أتمنى التوفيق الفترة القادمة ويبقى الزمالك دائما على منصات التتويج ووضعه الطبيعي. الزمالك أولا وأخيرا.